المهرجان فكرة المرحوم الدكتور رتيبة الحفني، وهدفه الأساسي هو المحافظة على التراث العربي مش المصري، لأنها استقدمت من بداية المهرجان قامات كبيرة جدا من كل أرجاء الوطن العربي. وهو له هدف تاني، هو يعني التواصل مع الجمهور العربي بشكل مستمر كي لا ننسى تراثنا، موسيقانا، الأشياء التقليدية اللي عندنا. أنا شايل السنة دي وبشرف بيها عبء المولد النبوي الشريف في 3 حفلات: القاهرة واسكندرية ودمنهور. وأنا مقدم مجموعة من الألحان، منها لحن اسمه يا رب أنا العبد الفاني، ده لحن جديد، ومجموعة من الأغنيات اللي الناس بتحبها. والحقيقة أنا سعيد جدا بأن بحي هذه الليلة الجميلة اللي يعني الواحد بيبقى سعيد جدا جدا وهو بيمدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أغنية جديدة وهتكون إن شاء الله مع الفنان الشاب محمد رحيم، وحنعلن عنها قريب جدا بإذن الله. هي حاجة جديدة عليا وعلى جمهوري، أغنية عاطفية بس بشكل تاني غير اللي أنا غنيته. إن شاء الله هتتصور كليب بإذن الله. هو أنا بقرأ مسلسل دلوقتي، أتمنى إنه يعني ربنا يوفقني ويكون مناسب ليا، هعمله إن شاء الله. اجتماعي كوميدي.